من القاهرة مع السيد إيهاب. سيد إيهاب، بداية، هل هذه قمة مجدية؟ هذه كما تعلم أول قمة دولية حول السلام في أوكرانيا عقدت في سويسرا، هل هذه القمة وما عرضته كان مجدي بالنسبة لظروف هذه الحرب؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين وللسادة الضيوف. الغرب الذي أشعل هذه الحرب عمدا باستفزاز والتخطي كافة الخطوط الحمراء الروسية وصناعة كوكتيل المخاوف الروسية وجعلها حقيقة حتى يجعل الأمر الواقع أمام روسيا أن تدخل إلى أوكرانيا للدفاع عن أمنها القومي، يحاول الغرب اليوم أن يدعي أنه يسعى إلى إنهاء هذه الحرب بمؤتمر هزلي في واقع الأمر. المرة الأولى يمكن في تاريخ السياسة نرى فيها مؤتمر ينعقد بطرف دون الآخر، يعني كان يجب أن يكون هناك ممثلين عن روسيا حتى تحت أي مسمى أو أي مستوى، وهذا لم يحدث. وأيضا كانت الدعوة موجهة إلى الصين ولكنها رفضت الحضور، وكثير من الدول أيضا رفضت الحضور. وحتى البيان الختامي الذي أخرجته القمة، أكثر من نصف الدول التي كانت حاضرة في هذا المؤتمر على سبيل التشاور رفضت أن توقع على هذا المؤتمر، منهم الهند والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. لماذا رفضوا يا سيد إيهاب؟ لأن المؤتمر يعني أضعف بكثير من المنتج الذي كان يفترض أن يذهبوا إليه، لأن المؤتمر أيضا في أساسه كان للتشاور وليس إصدار بيان ختامي. وحتى حينما ظهر هذا البيان الختامي كان ضعيف للغاية، كان بيان بيطالب باستمرار تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، وهو أمر ليس بحاجة إلى مؤتمر في سويسرا. وكان هناك أيضا دعوة لروسيا لرد ما يعني دعاية أوكرانية بأن هناك عدد من الأطفال تم اختطافهم من روسيا، عفوا، من أوكرانيا إلى روسيا. فبالتالي البيان ضعيف للغاية حينما يتحدث عن، كما تفضلت، اجتماع أكثر من 100 دولة وجهة دولية. هو كان اجتماع للتشاور وليس لإصدار بيان، وكان اجتماع ضعيف للغاية، لأنه فكرة أنك تجتمع بدون وجود روسيا وفي محاولة لإعادة تدوير أفكار زيلينسكي التي تخططها معطيات الأرض على الأرض الواقع في الحرب الأوكرانية. وبالتالي يعني المؤتمر يذهب، ولهذا السبب الرئيس الأمريكي قاطع المؤتمر بشكل أو بآخر ولم يذهب، لأنه يدرك جيدا هذه نقطة مهمة. سيد إيهاب، سأنتقل